السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حاجه اخرى هي دكتور بالنسبه ل عطي واحد الواقع انني هذه مده ديال 10 سنين قررت في الادويه في المانع. الله اكبر. من غير ان احدثه يعني رايت على هيئتي يعني بات اللباس المفرطي والقديم مع الايديل. لا اله الا الله. الدكتوره في المخيله ديالي لحد الان. لا اله الا الله. هذا هو الامر اللي بغيت نشارك به. اياه مولاي. نتمنى التسير ديالكم يكون في هذه الحلقه هذه ان شاء الله. يا رب يا كريم. سيدي محمد هنيئا لك هنيئا لك. بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور. شكرا لك سيدي محمد. شكرا لك. الله يطول عمرك. الله يحفظك. الله يرعاك. وهنيئا لك هنيئا لك. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. وهو القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. لأن إبليس قد ممكن يتمثل. ياما هناك بعض الصالحين وبعض الأولياء تمثل لهم إبليس في صورة شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء وقال لهم كلام ظنوه أنه حق. وهو إبليس يتلاعب بهم. حتى إن الإمام ابن قيم الجوزية عنده كتاب معروف ضخم اسمه تلبيس إبليس. تلبيس إبليس يقول كيف أن إبليس سهل عليه أن يغوي الطالحين، أن يغويك بشرب الخمر أو يغويك بالفساد مع امرأة أو يغويك بأن تسرق مالا أو يغويك بالكذب والبهتان. هذا أمر هين على إبليس، سهل. لكن الأمر الذي يحتاج فيه إبليس إلى مجهود وهو مع الصالحين. يأتي إلى الصالحين ويغرهم، يقول له بأنك قد وصلت إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأنك ستفعل كذا وكذا، ويعطيه رؤى منامية ويرى إبليس في صورة إنسان ملتحي بالعمامة كذا كأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وقد يدله على أفكار تكون مغلوطة ومصادمة للقرآن والسنة. لهذا قال العلماء أي رؤية مثل هذه تعرض على الكتاب والسنة، فإذا وافقها الكتاب والسنة أجزناها، وإذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله نعتبر بأنها مجرد أضغاث أحلام أو أنها من تلبيس إبليس. والإمام ابن قيم الجوزية كتب هذا الكتاب الضخم سماه تلبيس إبليس. إن شاء الله إذا بقي هناك في العمر بقية سوف نتحدث عن حالات لأناس متدينين غرهم إبليس فوقعوا في المحرمات. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به أبدا. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يمكن. ومن رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكأنه صحابي في آخر الزمان، لأن الصحبة تكون بالرؤية وبالكلام. من رآه كأنه صاحبه، ومن كلمه هذا خلاص اللي كلموا النبي في المنام كأنه صار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من رآه هو مبشر بالجنة، لأن النبي الكريم لا يرى إلا لأهل الجنة ولا يرى لأهل النار أبدا، فكلها كرامات. ومن رأى النبي الكريم هذاك وعد بإيدان عهد جديد، يعني عهده سيكون عهد فتحات وكرامات وخير عظيم. ومن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء بعض الأعمال، منها أن تكثر من الصلاة عليه، أكثر من الصلاة عليه خصوصا يوم الجمعة، لأنه قال بأن صلاتكم معروضة علي وتعرض عني علي كل يوم جمعة، تعرض علي بأسمائكم وأسماء آبائكم وأمهاتكم. فمن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه عشرة ومع المواظبة قد تراه في المنام. أيضا ترى سيدنا النبي في المنام إذا أكثرت من ذكره في السيرة النبوية، إذا ذكرنا سيرته النبوية. وإن شاء الله في هذا الشهر ديال رمضان غنتكلموا كثير على النبي الكريم، عن شخصيته،
عن سلوكه، عن أخلاقه، عن هديه. نكتروا منا إن شاء الله يكون عندنا برنامج خاص اسمه من سنن هدي النبي الكريم، أو من هدي سنن الرسول، يكون خاص بمعرفة هذا النبي الأكرم اللي هو سر من أسرار الوجود. ربنا اختاره واصطفاه أن يكون إمام المرسلين وقائد الأنبياء المهجرين. فكلما ذكرت سيرته العطرة فإن ربنا عز وجل يكرمك برؤيته. أيضا ممكن أن تقرأ سورة محمد. سورة محمد تقرأها كل ليلة فتراه إن شاء الله في المنام ويكرمك. فهنيئا لك يا أخي محمد برؤية النبي الكريم، ورؤياه حق بإذن الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.